معرض أبو ظبي الدولي للكتاب في هذا العام يتميز بأشياء عديدة، وهو نسخة فريدة حقيقة بما يتضمنه أولا من فعاليات ثقافية، ومن اختياره للشخصية المحورية للمعرض طه حسين، هذا المفكر التنويري الكبير الذي عقدت في المعرض عنه ندوات كثيرة شاركنا فيها، وشارك فيها مفكرون وباحثون عرب جاءوا من العالم العربي ومن جامعات عالمية أيضاً.